السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل بيت وفي كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في برنامج حوار مهم في هي دي مصر. قبل بداية اللقاء أرحب بزميلتي الجميلة أسماء صلاح. اهلا بك يا عبد أهلا بيكي، الرحمن، ربنا أرحب بضيفي الجميل سيف أهلا وسهلا. الموجي. أهلا بيك. أهلا بيك. عاوزين نتكلم بقى عن بدايتك. بدايتي وأنا صغير كنت غاوي أسمع أغاني كتير، كنت بحب أشوف المسرحيات، شاركت في قصور الثقافة والحاجات اللي من هي امتى بقى شاركت يعني؟ هتلاقيها من وأنا من في البداية ابتدائي كده. تقريبا. تمام كنت بدأت في التمثيل يعني في عروض مسرحية خفيفة في قصر الثقافة، تمام وبدأت بقى حوار إن أنا ممكن أغني أو إن أنا أبتكر أغنية أو الكلام ده، كان يعني من إعدادي تقريبا. جميل. وجيت وقفت الحقيقة فترة، فبدأت أرجع تاني إن شاء الله ونزل يعني شغل جديد طب إن شاء الله بقوة. مين اكتشفك كنت صغير، او مين اللي شجعك ان انت تكمل تستمر؟ والله هو كان ليا أصدقاء كتير لما كنا بنبقى قاعدين، جميل فبدندن حاجة في البداية، جميل. كان يقول لي مثلا صوتك قريب من صوت فلان، لا انت صوتك حلو، طب عدي تاني. فعشان كده بدأت ان انا اخد خطوة في الموضوع دوت. جميل. طب بالنسبه للاهل بقى، يعني اكيد اكتشفوا حاجه زي دي، انت اكيد حسيت ان هم طالما انت بدات من بدايه ابتدائي، تمام، تمام. حسيت ان في عقبه بالنسبه للاهل، ان هم لا انت لو مشيت في الطريق دوت يعني ايه، هتقلل من دراستك وكده، فاهمني؟ والدي الحقيقه كان بيمنعني، تمام. طب يعني والدي كان وازاي بيوافق. بقى اتغلبت على والله المشكله دي؟ يعني هو يعني برضو كنت بعمل اللي في دماغي حتى لو من ورا، يعني تمام، كان لازم، يعني دي حاجة لازم تكمل الموهبة في في حلمك. دمك. ايوه اصرار لازم. على المواجهة، اه جميل اللي هي بتبقى حاجة في الدم، يعني ما الواحد ما بيعرفش يخرج منها بصراحة. بالظبط. يعني انا قعدت فترة كبيرة مبطل ورجعت تاني. بس طب انا كويس. عرفت ان انت ملحن. اه في شغل، عملت شغل ديني وعملت شغل حاجات كده، يعني كان في كاتب اسمه محمد انسان، اخدت منه قصيدة لحنتها ولسه هشتغل عليها الفترة الجاية، وحاجة حلوة يعني. طب سمعنا اي حاجة من اللي انت عاملهم كده. طيب تمام. جميل.
ما شاء الله عليك بجد. انا عايز اعرف منك بدات بقى تلحن من امتى؟ ده من ساعه هو من زمان الحقيقه بس من امتى؟ يعني لو تفتكر يعني افتكر هو برضو من وانا في اعدادي تمام بس الشغل ما كنتش بحفظه يعني لما كان بيجي الفكره في دماغي ما كنتش بعرف ادونها او ان انا مثلا افتكرها بدات اطبق بقى وبدات ان انا افتكر الالحان ان انا اعمل ريكورد لنفسي والكلام ده كان من فتره قريبه من حوالي ممكن سنتين. طيب حلو قوي. طيب ازاي عرفت بقى تواظب بين من الدراسه وبين ان انت تغني؟ يعني هي الدراسه شيء اساسي يعني حسيت ان في تاثير يعني؟ لا لا خالص يعني الدراسه ما كانش ليها اي تاثير في اي شيء بس هو الغنى كان يعتبر الاغلبيه كان بيني يعني انت مع كلام مع عمر كمال لما قال لك ان شهادات على جنب وكمل في حلمك ولا شايف ايه؟ لا هو عمر كمال ابن بلدي جميل. تمام وقعدنا مع بعض على فكره وهو مش كل فنان او كل حد مثلا ليه وجهه نظر ممكن تكون صح او غلط جميل لان ممكن تكون هي بتتوافق معاه هو صح كفنان او لظروف حياته هو الشخصيه لكن بالنسبه لي انا ممكن تكون مش متوافقه معايا فلازم اكون انا عارف اضرب ظروفي انا اللي بحدد طريقي لنفسي. يعني انت طريق مشيته ازاي اللي هو وايه اللي انتقدت مين اللي انتقدك مين اللي قال لك صوتك وحش في حاجات واجهتها كتير اكيد يعني في انتقادات طبعا. لا هو مفيش حد قال الصوت وحش بس بصراحه هو اتقال لي مثلا في محتاج تدريب محتاج مش عارف ايه لا ده طبيعي انا بتكلم في الحاجات اللي خانقتك نفسيا ان انت قلت لك ممكن ايه ان انت تبطل في اي وقت ان رغم ان صوتك حلو بس حسيت بس عشان في ناس مش بتحب طبعا ان تشوف اللي قدامها ناجح فلازم تحبطك لا هو في عشان ما تكملش هو دايما يقول لك عدوك ابن كارك بالظبط يعني اللي هو من المجال نفسه هي زي ما استاذه اسماء قالت برضو كده يعني عدوك ابن كارك يعني ممكن تلاقي حد بينتقد اللي هو من نوع الاحباط يعني اللي هو عايز يحبطك جميل بس فعلا لكن بالنسبه اللي عنده اصرار وعزيمه ما بيوقفش يعني دي حاجه كويسه جدا 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 ما بيوقفش. طب مين اكتر الناس اللي هم وقفوا معاك قوي في اول ما اكتشفوا الغنى وقالوا لك لا كمل واستمر غير اهلك وما تسمعش الكلام الناس غير اهلي هو لو اهلي هتبقى والدتي اكيد طبعا لكن لو غير اهلي في اصدقائي يعني في اصحاب كتير يعني منهم زميلي اسمه عمرو كومي في ليا زميلتي اسمها مي روي وهم مطربين على فكره ويعني احسن مني كمان بكتير وعملنا مع بعض شغل كتير ولحنت لهم شغل يعني. طب تحب تقول لهم ايه من خلال الحلقه عندنا؟ اقول لهم يعني ربنا يوفقكم ويا رب دايما كده اشوفكم في نجاح ومن نجاح لنجاح وبكره تبقوا احسن حد في الدنيا يعني. والدتك بقى والدتي يعني دي انا يعجز لساني ان انا اقول كلمه في حقها. لساني صعب ان انا يوفي كلمه في حق والدتي بالذات. ربنا يخليها لك يا رب. اللهم امين يا رب. طب بقى ممكن تعرض لنا الفيديو اغنيه كمل بس فوالدتي دي لا يعني حاجه على جنب كده ربنا يعني يخليها لك ربنا يخليها لي وربنا يعني يديها الصحه ويطولنا في عمرها يا رب. طب سمعنا اي حاجه تانية لغايه نعرض الفيديو خلاص اوكي Thank you.
أمنية المتمني. ميرسي جدا. طب انت طموحاتك الفترة القادمة عاوز تبقى فين او نفسك في ايه؟ يعني انا بحاول يعني اتدرب واحاول ان انا اتمرن كتير ان انا لا بس انت ما شاء الله يعني خامة كويسة جدا. بس ما يعني انا ما بعترف ان انا برضه ما زلت محتاج تدريب. اي حد كده بيغني لازم بص مهما توصل برضه بتفضل تتعلم، ده الطبيعي. طبعا كلنا بنتعلم لغايه نهايتنا. طب انت اتفرج على الفيديو. اوكي يا قبلتي في شعلة طب انت مين المطربين اللي مثلك الاعلى، الجيل القديم والجيل الحالي؟ لا هو الجيل القديم ده اساس الفن عامه، يعني الجيل القديم يعني المفروض يعني مش حد برضه لفت نظرك الايام دي الجيل بتاعنا احنا. هو انا شويه ما يعني بميل للغربي اكتر من الاغاني الرومانسيه، لان تقريبا كلها تيمه واحده. يعني انا لو اتجهت المطرب واحد وقعدت اسمع اغانيه وباني بلعب اله فبلاقي ان الالحان كلها تقريبا واحد. بس انا شايفك مش بتحب تغني لحد هنا دايما، تاليفك لاما حاجات غربيه. حقيقي يعني حتى لو في مسار اجباري مثلا انا بحب مسار اجباري. جميل. في فرقه وسط البلد وفي يعني شويه الغربي انا بحب اسمعه، ومميل حتى في الالحان بتاعتي زي ما حضرتك سمعت كده. جميل. شويه غربي لكن الجديد انا بسمعه برضه. طب انت عملت كليبات غير دي؟ انا في تجهيزات، في كليبين بشغال عليهم و يعني في حاجه جايه يعني. ان شاء الله باذن الله وحاجات يعني ان شاء الله هتبقى جميله جدا. باذن الله منتظرينك باذن الله ان شاء الله. جميل جميل ربنا. سمعنا بقى اي حاجه، سمعنا بقى اي حاجه كده، حاجه بقى نختم بيها. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت مرحبا يا خير داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور، يا حبيبي يا محمد أنت مصباح السرور. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. جميل جميل ميرسي ليك. للأسف الحلقة خلصت، شرفتنا جدا نورتنا ان شاء الله.
وانتظرونا في حلقة جديدة إن شاء الله في من برنامج هي دي مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.